هي في محافظة ميسان. أستاذ عدنان. نعم حياك الله أستاذ عدنان. نعم نعم تسمعيني؟ طيب. نعم أسمعك. أسمعك أسمعك أستاذ عدنان، حياك الله. يعني هنالك تحذيرات من سيول قادمة إلى واسط وميسان، وسط هذه التحذيرات ما هي الإجراءات الحكومية؟ نعم نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص السيول باتجاه محافظة ميسان، هي تأتي باتجاهين. الاتجاه الأول من خلال نهر الشباب في ناحية الشيخ سعد في واسط، الفترة الماضية أتى بكميات كبيرة تم تسليكها باتجاه مركز مدينة العمارة ومتابعتها حتى مركز المدينة، ومن ثم السيطرة عليها عبر منظومة نواظم العمارة الرئيسية. القسم الأكبر اتجه إلى الأهوار باعتبارها تحتوي على فراغات خزنية كبيرة، الأهوار الغربية والأهوار الشرقية، والقسم الآخر باتجاه محافظة البصرة العزيزة. السيول أو الاتجاه الآخر للسيول هي السيول الواردة من الحدود الشرقية، بالتحديد باتجاه قضاء على الغربي وباتجاه مدينة العمارة من نهري الطيب والدويريج. لدينا سدود فيضانية كبيرة تمتد من ناحية المشرح وحتى منطقة التحالد مع محافظة واسط بطول 142 كيلومتر ومنها إلى محافظة واسط. هذه السدود مؤمنة بالكامل ومستطلعة ومراقبة، وتجري عملية متابعة السيول الكبيرة الآتية من هذه المصادر، ويتم تسليك عبر جسر غزيلة باتجاه هور الحويزة الذي يحتوي على فراغات خزنية كبيرة كما ذكرت. هذه السيول وصلت ودخلت إلى القسم الشمالي إلى هور الحويزة الذي بدأ يستعيد عافيته الآن. لحد هذه اللحظة ولغاية اللحظة لا توجد مخاطر، بدليل أنه مراكز المدن والقصبات والتجمعات السكانية خارج خط تأثير هذه السيول، لكن لا يعني أن هذه لا توجد خطورة. يجب أن نتابع ونراقب سدادنا. هناك جهد مستنفر لكل تشكيلات وزارة الموارد المائية في المحافظة مع الكوادر. هناك غرفة عمليات في المحافظة، السيد وزير الموارد المائية المحترم والسيد المحافظ ومدير عام هيئة تشغيل مشاريع الري على اتصال مستمر خلال ال 24 ساعة، ويتلقون المعلومات أول بأول. وإن شاء الله كل كميات السيول التي تأتي سنراقبها ونتابعها ولا خطر في ذلك. هذه أيضا الوفرة بالمياه ساعدتنا على أنه نكمل الري الأولى من الخطة الزراعية الشتوية، وتحسين نوعية المياه وتحسين الوضع البيئي لمدينة العمارة مستقبلا في الصيف القادم إن شاء الله. نعم. طيب بالتالي هل كان لديكم علم بهذه السيول القادمة؟ ذكرت حضرتك بأنها قادمة من شرق البلاد، بالتالي هل كان لديكم علم الإجراءات الاحترازية وسط هذه التحذيرات من لربما سيول قادمة؟ هل هنالك فريق تنسيقي متكامل من قبل الموارد المائية والجهات المختصة يعني لربما يعني الاستفادة من هذه المياه، عدم توجهها إلى مراكز المدن، يعني المحافظة بالتالي على أمن المواطن أولا وأخيرا، وبعدها الحديث عن الاستفادة من هذه المياه؟ نعم لدينا معلومات مسبقة عن هذه السيول. جاءت نفس هذه السيول وبنفس الشدة في الشهر الخامس عام 2013، وتمكنا من مواجهة هذه السيول. مصادر أولا من خلال الأنواء الجوية في المحافظة وفي عموم البلاد، لدينا مناطق رصد قريبة عن المناطق الحدودية سواء من قبل الأهالي أو فرقنا المنتشرة، ونعلم بمواقيت هذه السيول وحتى الفترة الزمنية التي تقطعها والمسافة التي تقطعها هذه السيول وصولا إلى هذه السداد الفيضانية التي هي مصد لهذه السيول. هناك تنسيق عالي ما بين إدارة المحافظة وما بين قيادة عمليات الرافدين وبقية الدوائر الساندة لتشكيلات وزارة الموارد المائية. نقوم باستطلاع والتهيئة، وكما ذكرت بأن جهدنا الهندسي التابع لوزارة الموارد المائية مع الكوادر مع إدارة المحافظة، نحن في استنفار كامل وفي حالة طوارئ مستمرة. طيب يعني ذكرت أستاذ عدنان بأنه لديكم معلومات حول ما يعني يجري الآن قبل مدة، وحتى الوقت الذي ستضرب فيه السيول هذه المحافظات
بالتالي في ذلك الوقت أبلغتم الجهات المعنية؟ لما أصبح التنسيق الآن داخل الأزمة؟ عندما دخلنا في الأزمة حينها أصبح هنالك تنسيق، لما لم يكن هنالك تنسيق مع الجهات المعنية قبل حدوث هذه الكارثة؟ لا في تنسيق مسبق، بدليل أن هناك كتب رسمية وبرقيات تأتي من وزارة الموارد المائية وزارتنا باستطلاع السداد الفيضانية، وشكلت أيضا فرق ولجان تراقب السداد قبل هذه الفترة، وقبل يعني بداية الموسم الشتوي بالذات، وقبل بداية السنة المائية الرطبة هذه. هناك تنسيق عالي، وكما ذكرت أنه لا خطورة لحد الآن فيما يخص محافظة ميسان، الوضع طبيعي ومسيطر عليه لغاية اللحظة. نعم، طيب أشكرك أستاذ عدنان حني مدير عام الموارد المائية من ميسان، شكرا جزيلا.